الحمد لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي وفقنا للاجتماع بكم. نعم فارون كربي بسني ولدت كبابا نوفكيتي فاروق الربيتي الحمد لله يعني قل لهم لا أحد يشتغل بشيء، اترك الجوال اترك القلم، لا أحد يكتب، اترك حتى القلم مدرسين عادي موبايل ستتوكي قلمة ستتوكي ورقة ستتوكي نلقيفة نعمي وقتك وساتي. أنا طالب علم لست بعالم كما ذكر الشيخ. نعم علي وامتي درس على كمديبك يا طالب العلم. لا نريد فقط نتدارس معكم متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة. نعم اسم قرائسه وجيني مدارسة قولوا قربانا متن أصول الثلاثة مختصرة. نعم قبل أن نبدأ بالدراسة نسأل لماذا ندرس التوحيد؟ ودو قراتي تنسين لدولت قابيني سنقافتا مالي التوحيدة قروني سنبرباكيسي. من يعرف لماذا ندرس التوحيد؟ إنه بالخبير كباسي إنه نتيما مالي مكة توحيدي قرامو برباكيساتي. أنا نعم. قادراني نسيني يميتو بي أوقف أوقف كاي دابن. نعم لأنه حق الله على العبيد. حق الله على العبيد لأنه توحيدي حق ربي قبروت الراكب وخنابي. نعم خلقنا لنوحد الله لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. ربنا دلقات كل عبادة أملي توحيد أملي براهي كيبلو لا يدخل جنة إلا موحد نعم توحيدك أو مالي نملي جنة سيبين جيرو. سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سببا شفاعنا بمؤمن نباتا تكثير الحسنات تكفير السيئات سببا خير إنما يتم يفهمه سببا أكس مدير إنما راكف يموتها. ثم قد يسألك إنسان وأنت تمشي في الشارع مثلا أما الخرارة دي متعلمتك بيخ إيواسي قابتها جدا يقول لك هل أنت موحد؟ أنت موحد أنا متعلمتك بيخ إيواسي انت ماذا تقول؟ ما هي التامين التمين؟ تقول نعم أنا موحد إيه عشان كنك وموحد اللي في جبتوك إنه ومشرك أنا من بينجو يقول لك سيدي يا أخي ما هذا التوحيد؟ توحيدكم ما الذي بقات موحد إلى أي؟ إذا قلت لا أدري معنى هذا أنك كاذب. يوحن معنى توحيد أن بيوجد موحد إلى في جبتوا كيسون كجبة ونبيت أي نخدم دي. وقد يسألك يقول هل أنت مشرك؟ أنت مشرك أجيلا من أمني قابتا تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك أعوذ بالله مشركا بتفيني جدنيا يقول لك طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ هيا قايقة كسته شركين أم شركين أم تبنجتين شركين ممال من التبنى شر رئيسين جاء والذي تتبرأ من ما هو؟ شركين أجل راقل كل ويبتعني راقل كل اللي بنجتهم ما لتبنجتين جاء. إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. إيه شركين بين الموعد ودوبيرة شركين يسمون كهم مروي. إذن إيه كانت أهم علم وأوجب الواجبات أول علم لابد نشتغل به هو علم التوحيد. إرد آلاء علمي إرياك سان علمي خلوت إتشاغلنا في سنقرنا علم التوحيد دور بردانا وأعظم المحرمات الشرك لابد نحذر منه. الرحمن إرد آلاء وربنا رب إيتس شركنا إرد إيقاتوكينا في سنقرنا. إذن هذا هو السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ كانوا ما هو قابل كيف تخل دورا ودني سنقافة مالي توحيدة كرانا مالي كرانا. السؤال الثاني لماذا ندرس هذا المتن متن الأصول الثلاثة؟ مالي متن الأصول الثلاثة أرو برباكي زي إذن بنا نعمدون يا كلامي بتقافي دي بسولة وبعملي لا أحد يتكلم إلا برفع الإصبع. نعم نتوقف كل أنا كان ببني أكاك يسر الله عبد المليه وقل قاري جامل. نعم يلا لأن الأصول فن التوحيد لنصيحة العلماء لأن العلماء نصحوا الطالب
بأن يبدأ أول ما يبدأ به الطالب يبدأ بالتوحيد، وأول متن يبدأ فيه بالتوحيد هو متن الأصول الثلاث. ولما أنت نسيهاب لني دري وأنا من الروق أبو إلمي توحيدا إلمي كتاب وآيات وإنا ربط كيسا وصول السلاة صدرة وقبا جدت تبقفا نسيها علماء تيبي إسا جمرا. يعني لا نطلب العلم على ما نريد، لا، لابد نرجع إلى العلماء الربانيين في طلب العلم، ماذا نقدم، ماذا نؤخر، بماذا نبدأ. نعم. ما نبدأ نفتي أبدا وقوير العلمي تسير نطلب علماء وان سائر روحاني أسيد لك أبما أكلت دي ماما أكا علماء منجاني ملئ إنتان ديامو. نعم، هذا هو السؤال الثاني، لماذا ندرس هذا المتن متن الأصول الثلاثة؟ يا بنك يا علم الفا ما لي متن أصول الثلاثة قرانا. السؤال الثالث يا بنك سلفا ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أصول الثلاثة يتوقن باختصار قبابنا من مالي حكا بابتا مريد يكسر. نعم ما شاء الله. يقول باختصار هي الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك. نعم. قابين أسئلة ثلاثة جوتون أسئلة القبر قابين قبري خيستنا في الأقابة تبور تسأل في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام. قبري خيستنا في الأقابة تبتن ربي خيستنا نبي خيستنا ديني خيستنا مالية. نعم. السؤال الرابع قابين الرفاة اللي سنقابة تبورها ماذا أستفيد أنا من هذه الدراسة؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة لي؟ أراديك نرى الفائدة المترجمة المالية. الفائدة أننا إذا درسنا الآن الأصول الثلاثة. فائدة المترجمة وقع أصول الثلاثة أنا قرأنا. أقول لك ذلك. أقبل أقول ما شيء قرأنا قرأنا من كذي من مدي. أقول لك ذلك مدي. فائدة مالية. إذا درسنا تعلمنا وعملنا ودعونا وصبرنا صنعنا هذا في الدنيا. نعم. نتوقع أراني اتدلقني نما اتيامني صبرني فائدة اتيارقنا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر هذه الفائدة. فائدة سنس وياك قام دون قبري خيستي ديبي اتيارقتو ديبي ديبي سنسلو. نعم. السؤال الخامس والأخير قابين شنفاي وحيد اللي تمرأ. نعم. على ماذا يحتوي هذا المتن؟ ماذا فيه هذا الكتاب؟ كتاب قبل يروح الدقون لنا اللي وامر في الساعة قابين على ماذا يحتوي هذا الكتاب؟ كتاب نقول وامر في الساعة قبل يحتوي هذا الكتاب على أقسام خمسة ندرسها بإذن الله. كتاب نقول وامر في الساعة قبل وندرسه لنا على المسائل الأربع تقبا دابلي وكين أحكام أبردي كيسا كبا والمسائل الثلاثة أما اللي مسائل الثلاثة كبا ولماذا ندرس التوحيد ما لم تريد أن نجتو كيسا كبا وشرح الأصول الثلاثة أصول الثلاثة إبسا إسا كيسا كبا وخاتمة هذا الكتاب خاتمة يوحيد تمر كتابنا كيسا كبا أعيد مرة أخرى إلا نسيدي ديبي أي المسائل الأربع مسائل الأربعة المسائل الثلاثة مسائل الثلاثة لم لماذا ندرس التوحيد ما يبتو إذا على واجب كيسا كبسدي شرح أسئلة القبر دافي قبري واجبه أسئلة القبر كان خانا جيسا جيسا لهما والخاتمة خاتمة يبتو مرة كتابة كان هاتو جراشا ليجو من يعيد لي هذه الأقسام الخمسة مين يتوانا لما تبدقنا هكا باسنا لنا عديم يا من إدو رديم نعم الأول المسائل الأربع مسائل أربع المسائل الثلاثة المسائل الثلاثة قابي سديد لماذا ندرس التوحيد لماذا ندرس التوحيد سديد شرح أسئلة القبر شرح أسئلة القبر قابي قبري شرحه بإبسو والخاتمة تمام من يعيد لي الأسئلة الخمسة اللي قلناها الآن بسديد لنا لي بهذا الأساقي نعم السؤال الأول مسائل الأربعة لا الأسئلة الخمسة التي قبل الدراسة ذكرنا أسئلة خمسة قلنا قبل الدراسة ما هي الأسئلة الخمسة قبل الدراسة
ويقسمه على خمسة أقسام. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ لا. وعند السؤال الأول. وعند الكبر خاصة اللي نتجديه بسيبيكون. وعند ما يقول بني جمل. لماذا؟ أنت لا تخرج عن الموضوع. خليك معي بس. تمام. السؤال الأول. جابين درا. لماذا ندرس التوحيد؟ ما نتوجد على نجد تراني سجافة ديتوه. السؤال الثاني لماذا ندرس هذا المتن المبارك المصحف؟ ما نتريد برداء مخلق على نال مفانكنا. السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أصول الثلاثة يكون اختصار مالك على ما قبضان يبدأ أسئلة القادمة. آه ديس أبان مانيك على ما سوزيناجي. آية أسئلة تركب رقابي قبري. السؤال الرابع ما الفائدة من الدراسة؟ ما نبغى نوضح للربوان متيارك النوقة في أفراف هذه. الخامس محتوى هذا الكتاب. واللي قال الكتاب يكون مر هذاك في الساقبة. قافي شان يسيكوني. نعم. من يعيد لي هذه الأسئلة الخمس؟ ليه قافوا مخانا يدولنا عليه بياه في كيسة وين أما ديخن. نعم. أولا وإنما اخترنا لأنه حق الله. أكاسيمي. أصبر 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 أصبر. لا أنت خليك معي لا ترجم لك كلام أنا السؤال الأول يقول لماذا ندرس التوحيد؟ نعم لأنه حق الله عليه ترجم يا رجل لا أحد يتكلم. لماذا ما عرف توحيد قرانا؟ قال لأنه حق الله على العبيد. حق ربي قبروت ربي راكبو خناف لا يقبل الله أي عبادة إلا بالتوحيد. ربي نبارات كل لما راكب لا يدخل الجنة إلا موحد. جنة لم يسأل نجير موحد يا مالي. قد أسأل هل أنت موحد؟ لا بد أعرف التوحيد. نعم ندخل إلى أبا تمام أنت موحد لا جامل. تمام هذا السؤال الأول. ما هو السؤال الثاني؟ جابين لما فاو هل إن شان سنرى هل دوبة دمير ردي بيان التماع. نعم. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن الأصول الثلاثة؟ لماذا؟ لأن العلماء نصحوا به. نعم العلماء والنسيان وقلني كان أصول الثلاثة في الأمني. السؤال الثالث ما هو؟ قامي سنفا وخلي سنجاوة دميمالي قامي تمانو مطانسا. لا أحد يتكلم بدون رفع الإصبع. قل لهم لا أحد يتكلم بدون رفع الإصبع. نعم انتر قل لنا كعرف مطاني قل خاذا مالي دي بدي بسي لنتريا كتب بني أركا باستر ورقوك رقاسي باقي. نعم لا السؤال الثالث ما هو؟ جابيس دفع مال مني جابيس. السؤال الثالث ما هو؟ نعم ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ ما الأصول الثلاثة قبابين علي جابي أما جابي ما يسجابه تجيل. أسئلة القبر. نعم هي أسئلة القبر. السؤال الرابع. جابين أبرفا. ما هو السؤال الرابع؟ ما اللي جابين أبرفا من الكما سوينين يسجاب الديتري. على ماذا يحتاج؟ السؤال الرابع ما الفائدة؟ الفائدة الإجابة عن أسئلة القبر. جابين أبرفا. بوان نتقصولا برنوف مالي دي بسانسا. جوابك أبري دندو. السؤال الخامس ما هو؟ قابل شرفا خلي سجابة لمالي الخاتم. ماذا يحتوي هذا المتن؟ على ماذا؟ على كم قسم؟ ولا يحتوي على أقسام خمسة؟ ولن سجابة قابل شرفا كتاب نكون بكم يكتبه رمودا دا كون قابل سجابة لغاية شرفا. ما هي الأقسام الخمسة؟ هيا قابل أعطب شرفا سمي مالفا نتماذا؟ أسئلة الأربعة. المسائل الأربعة. نعم مسائل الأربعة طيب. المسائل الثلاثة. المسائل الثلاثة غير أسئلة القبر. مسائل سليم يصير سنجابي قبل تنتهين يا أخي كذا. الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ وين وصول كيس قبل ليس دفع ما عرفت وإذا قرانا كيس قبل. الرابع إني أبرفع ما عرف كيس قبل وصول. لا أحد يتكلم قل عيب يتكلم عيبي لا مالي أنا بنك أبدني أنا كبال. نعم شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر.
شرح أصول الثلاثة يوكي جابي قبل إبسوان جاء ثم الخاتمة تمام إذا لا خاتمة في ساقبة كان تمر أتقل لا أحد يكتب قل لهم لا أحد نحن نريد نحفظ لا نريد نكتب نتيجتي أفضل في زبر بعد ملك تمرمتي بعد الدرس إن شاء الله تجتمعوا فيها بينكم وتكتبوا إيه قال سيدنا عزيز بني ولي كمانتني كتب كل جلد سوري في الدليل إذن هذه مقدمة قبل الدراسة فيها أسئلة خمسة أدوما قراجي تسيرو وعشان يسنجاب التأخي كدو قبدا قابي توقيتي قابي تنكيسا كتأخي كدا نعم هم داولي ويتنا قدر في كدام سيزة تبتري الآن نبدأ بدراسة هذا المتن بدراسة هذا المتن أما لا أصول الثلاثة يا ولد ارفع رجلك قل له يتربع لا يا مدرج هدا سيد البلاوي ممنوع أحد يمد رجلي في درس العلم قل له سيد باسا جميع قرآن لا أحد يتكلم لا أحد يتكلم الشيخ اتركوه قرب قرب خليه يقدم خليه يتقدم تقدم 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 هنا تقدم نعم طيب إذا نبدأ بالقسم الأول اسمي دراتي يوفق قولة دراتي ناجر كامنو المسائل الأربع مسائل الأربع المسائل الأربع قاملين أفران سورة العصر سورة العصر علم لابد أن نتعلم برمودة برات الرابيس نبجيرو إذا تعلمنا لابد أن نعمل قامل برمودة تبجيرو درقاما خذ من الدفتر هات هذا الكتاب هات اسحب الكتاب اسحب الكتاب ضعه نعم لابد اولا ان نتعلم اذا تعلمنا لابد ان نعمل بهذا الذي تعلمناه قام برنمو اتدرب الرابيس يجيب لنبفا وبعد هذا لابد ان ندعو ولابد أن نصبر أمرفاً صبروا رابي سيئو نصبر أولاً على العلم أمسي منجل قبل علمي رتي أمسما أجري ثم نصبر على العمل إيغانا ودي اتوجد رتي أمسما قبا ثم نصبر على الدعوة إيغانا دعوة رتي الذي أمسما صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر خلبيا يا رتي قابة لين آخرة أو قدو لموت أمريكي ستربين جوابك أمريكا مجدد من يعيد لي هذه المسائل الأربعة ميوالي نمت بدأ فرنكا نقرر على جدود الدعاء من يعيد لي هذه المسائل الأربع نعم أولا لابد أن نتعلم أولا برات الرامي سنو بجرو فإذا تعلمنا لابد أن نعمل لابد أن نعمل